أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في نشرة الأخبار الثقافية نقدمها لكم من قناة البوادي، ونبدأ بالعناوين. مذكرة تعاون وتفاهم بين المجلس الوطني للثقافة والجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات. الإمارات للآداب تطلق مسابقة كتابة القصة. معرض القاهرة الدولي للكتاب يغير شعاره ويؤجل شخصيتي المعرض وضيف الشرف. موريتانيا تحتضن ملتقى الشارقة الرابع للتكريم الثقافي. رابطة الفنانين الفلسطينيين والهيئة العامة للشباب والثقافة تنظمان وقفة تضامنية. باريس تقيم معرضين لعملاق الأدب الفرنسي فيكتور هوغو. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم. وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مذكرة تفاهم وتعاون مع الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، تنفيذا لرؤية وتوجيه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري في تنمية التعاون المشترك بين المجلس الوطني والجمعيات الأهلية المعنية في نشاطات الثقافة والفنون والتراث. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الأنصاري إن توقيع مذكرات التفاهم مع الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات يأتي لتعزيز الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، تعد نموذجا رائدا في مجالها ذي الطابع التاريخي المميز. وأضاف الدكتور الأنصاري بأن المذكرة التي تسري لثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، وتنص على التعاون في مجالات عديدة، ومن ذلك تنسيق حملة إعلامية مشتركة لتسويق جميع الفعاليات الثقافية المتفق عليها، وتنشيط الدورات التدريبية والرحلات العلمية للعاملين في مجال تخصص الجمعية، وتبادل إصدارات الكتب والمطبوعات، وتبادل نتائج الندوات والمحاضرات، والتنسيق لإعداد برنامج زمني تنفيذي للأنشطة والفعاليات المشتركة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الطرفين، وعقب إتمام مراسم التوقيع قال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل: سعدنا اليوم بالإنابة عن القياديين والعاملين في الأمانة العامة للمجلس بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع جمعية أهلية مشهرة منذ عام 2005، استناداً إلى ريادتها في مجال حماية وإبراز الطوابع والعملات التي تسجل التطور التاريخي للأحداث والمناسبات وتوثيقها في الكويت وخارجها. تواصل مؤسسة الإمارات للآداب رحلة بحثها عن الأقلام الواعدة في الدولة مع انطلاق الدورة الجديدة لمسابقة الكتابة الإبداعية السنوية للطلاب، مسابقة كتابة القصة، والتي تعد من أهم البرامج الإبداعية على مدار العام الدراسي، وتحظى بشعبية كبيرة، وتستهدف المسابقة طلبة مدارس وكليات وجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنتظمين في الدراسة. ويتم تكريم الفائزين في حفل خاص يقام خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب 2022، كما تنشر المشاركات الفائزة في كتاب تذكاري خاص، وموضوع المسابقة لهذا العام ها هي تشرق الشمس، وآخر موعد لتسليم المشاركات هو 3 نوفمبر 2021.
وقالت الرئيسة التنفيذية عضوة مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب إيزابيل أبو الهول إنه يمكن اعتبار موضوع هذه الدورة إيجابياً ومشجعاً جداً، لكن من خبرتنا في السنوات السابقة لا حد للإبداع والتصورات المبدعة المختلفة لتناول الموضوع من قبل المشاركين من رواة القصص الشباب، وننتظر بفارغ الصبر إبداعاتهم ونتطلع لمطالعة نصوصهم وهم يطلقون العنان لمخيلتهم. اجتمعت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للدورة 52 المقرر إقامته تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 30 من يونيو وحتى 15 من يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة، والدكتور شوكة المصري، والدكتور محمد عفيفي صبري فواز، وناصر عبد المنعم، ومحمد صلاح العزب. وقامت اللجنة بمناقشة برنامج الفعاليات الثقافية والفنية بالمعرض طبقاً للمستجدات، وبعد عرض ما وصلت إليه اللجنة الإدارية العليا من ترتيبات وإجراءات انتهت اللجنة إلى ما يلي: تأجيل شخصيتي المعرض وضيف الشرف ومحور هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل إلى الدورة التالية للمعرض، دورة 2022 اعتماد شعار جديد للدورة 52 وهو في القراءة حياة، إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، مناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، استضافت العاصمة الموريتانية نواكشوط النسخة الرابعة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي كرم 4 قامات ثقافية كبيرة من جيل المؤسسين للأدب الموريتاني المعاصر شعرا وسردا، هما الشاعر أحمد ولد عبد القادر، والدكتور الشاعر الخليل النحوي، والدكتور الشاعر ناجي محمد الإمام، والروائي الدكتور موسى ولد أبنو، وسط جمهور من الأدباء والمثقفين. وبدأت مراسم الملتقى الذي أقيم في قصر المؤتمرات بلقاء مختار ولد داهي وزير الثقافة والشباب والرياضة في موريتانيا لوفد دائرة الثقافة في الشارقة برئاسة عبد الله بن محمد العويس رئيس الدائرة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة. نظمت رابطة الفنانين الفلسطينيين بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة وقفة تضامنية مع المؤسسات الفنية والثقافية التي تم قصفها خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة أمام برج الجوهرة الذي قصفه الاحتلال. وأكد الأستاذ أحمد محيسن رئيس الهيئة خلال كلمته أن الاحتلال قصف الأبراج والمؤسسات الثقافية بحجج واهية لا أساس لها من الصحة، وأن استهداف الاحتلال للمؤسسات الثقافية والشبابية ومحاولة تزييف التاريخ ودفن آلاف كتب التاريخ والثقافة والفن والشعر هو دليل على إفلاس الاحتلال وهزيمته، وأنه أراد أن يسكت الأغنية الفلسطينية الحرة التي تتغنى بالقدس وفلسطين ويغتال التاريخ الفلسطيني
والقصيدة التي تعبر بحروفها ومفرداتها عن الأقصى وفلسطين، وشدد أننا سنبقى نغني للقدس والأقصى لأن الأغنية الوطنية لها تأثير كبير، وسيبقى شعراؤنا يكتبون للقدس والأسرى، والذين يؤرخون التاريخ سيؤرخون ويكتبون، وستبقى مكتباتنا التي قصفت شامخة. واستنكرت رابطة الفنانين الفلسطينيين خلال كلمة ألقاها الأستاذ عبد الرحمن عسلية جرائم الاحتلال خلال الحرب، والتي دمر بها الاحتلال العديد من الأبراج والمباني، والتي تضم مراكز الإنتاج الفني والمؤسسات الثقافية والفنية التي عرت مزاعم الاحتلال عبر الدراما الوطنية الفلسطينية الهادفة. وأكد بأن هذه المؤسسات ستبقى أصواتاً تزعج الاحتلال بالوعي والثقافة والفنون الوطنية الهادفة. أقيم في العاصمة الفرنسية باريس معرضين لعملاق الأدب الفرنسي فيكتور هوغو، أحدهما عن رسومه والآخر يروي جنازته التي شارك فيها جمع اعتبر أحد أكبر الحشود في العاصمة الفرنسية على الإطلاق. وافتتح في منزل فيكتور هوغو المرمم في ساحة فوج بباريس معرض يضم 200 من رسومه غير المعروفة من العامة، وهو المعرض الأول بعد مرحلة الحجر، ويستمر إلى 21 من نوفمبر المقبل. وكان الكاتب يخص دائرة المقربين منها وحدهم بهذه الرسوم التي لم تنل الشهرة إلا عام 1888، أي بعد 3 سنوات من وفاته عام 1885. وننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لنتابع قائمتها للروايات الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع، حيث جاءت في المركز الأول رواية The President's Daughter by Bill Clinton and James Patterson، بينما حلت في المركز الثاني رواية Golden Girl by Ellen Hildebrand، وجاءت في المركز الثالث رواية توم غلانسي Target Acquired by Don Bentley، بينما حلت في المركز الرابع رواية The Last Thing He Told Me by Laura Dave، وفي المركز الخامس جاءت رواية Malibu Rising by Tyler Jenkins Reid. ختام نشرتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البطين الثقافية.